وضعيه 40 دينار وضعيه مش هي. واللي ندخل يقول لي 40 دينار القهوه. الدنيا هم تطيروها، العباد هم اللي يا سيدي اي حاجه تتقطع يعملوا عليها. انا شريت من امبارح 50 غرام ب 2000 فرنك، 50 غرام هنا ف ثمن. ما يشربش قهوه يشرب في القهوه، يشرب في الصف هويته يشرب في الصف. اعطيني رايك اليوم كي ما فماش قهوه، هذايا عبيد قاعده تشد في الصف، اسكو فما قهوه ما لا ما فماش. وضعيه مش هي. احنا تعبنا وكهو، احنا كتوانسه تعبنا، فهمتني، في القهوه تعبنا، في كل شيء تعبنا وكهو. ترى انه شد الصف اليوم فما موجوده القهوه؟ موجوده، هي موجوده بالصف، موجود. لا 40 بركه؟ لا موجوده العاديه. موجوده العاديه موجوده. ب 40,000 القهوه. واللي ندخل يقول لي 40 دينار القهوه بين يدر. ليه يا حسره اليوم انه فما القهوه ب 40 دينار، انت قادر اسكو زويلي اليوم؟ حوت البارحين وجندني وفي كل وقت موجوده قهوه ب 40 دينار. ب 40 دينار بصراحه ياس، انا شريت من امبارح 50 غرام ب 2000 فرنك، 50 غرام هنا ف. كيفاش قلت لي خذيت ب 2000 فرنك؟ اي كانت 100 غرام ب 2000. اقل. تو هي ولات شنو؟ ب 4000 100 غرام تو. انت امي اليوم اسكو تونس اليوم باش يوصل باش يطيب قهوه وقهوه صغار وشنو لازم؟ ب 40 دينار نطيب قهوه. الدنيا هم تطيروها، العباد هم اللي ريت الشعب التونسي يا سيدي اي حاجه تتقطع يعملوا عليها صف طويل وعريض، رغم انه حتى ما يستحقهاش. تو هالصف هذا الكل كلهم عندهم القهوه، واشترهم ما يشربوش قهوه، هاي المشكله وينه يا سيدي؟ يلقى صف يشد الصف، اش ثم بعد يعرف اش ثم؟ وقت يدخل الداخل يلقى روحه فاس فاس، والفرنسير يقولوا فيش تبيع، المهم يلقى صف. هذه لانه احنا هو اللي نجيبه في الغلال لروحنا، احنا هو اللي نعمل في الاحتكار، احنا هو اللي قاعدين نقطع في كل شيء. سمعنا الخبز ما ثماش، شادوا صف تقطع الخبز، الفارينه، الكسكسي، احنا بلادنا بخير والحمد والشكر لله، كل شيء موجود. اذا كان ثم خور راهو في الشعب التونسي، في اولادنا، فينا احنا، في حد ذاتنا. ونعطيك من الاخر كلهم هذوما تراو فيهم، واذا كان هم يزيدوهم يستاهلوا، ثم يستاهلوا، ثم يستاهلوا. باكل قهوه يكون بدينار، يشدوا عليه صف طويل عريض يولي ب 4000. احنا لبس علينا الخير موجود، والفلوس موجوده، والكسكسي موجود، والخبز يا سيدي، كل شيء موجود في البلاد. لكن نحن اللي قاعدين نعملوا فيه في رواحنا احنا ضد رواح. تو زعما هذا الكل لو كان القهوه ما ثماش ونجيو احنا مثلا نستغنوا على القهوه مش نموتوا؟ ما نموتوش هكا ولا ليه؟ ان التونسي اليوم كما يشربش قهوه الصباح عادي؟ لا ثم ما يشربش قهوه يشي في القهوه يشد في الصف، هويته يشد الصف، وهو ما يشربش قهوه راه هوايتهم انهم المفقود مرغوب عندهم هما. لو كانت تقطع على الرجال مثلا، هما قالوا النساء اكثر من الرجال هكا ولا ليه؟ يا سيدي ولات النساء ترمي في رواحها على الرجال، نتيجه انهم كيقولوا حاجه ما ثماش يجيو الاخرين يعملوا هكا الهلوله والميلوله. القهوه يشدوا عليه الصف، الخبز يشدوا عليه الصف، الحسيل وكل شيء، الكسكسي، المقرونه، شنو هي هذا؟ اتفقوا على رواحكم، فيقوا على روحكم، راكم عورتوا. واحنا قهوه شادين عليها الصف وعاملين طابور ودوره وغلاه علينا. القهوه كانت ب 2000 ولا ب 4000 ومازال الشيء. بالاخر نقول لك حاجه، الخور في الشعب ماهوش الخور في القهوه وفي اقتصادنا لابس عليه. فجاه اصبحنا ما عندناش قهوه، ما عندناش خبز، ما عندناش كسكسي، ما عندناش مقرونه، ما عندناش هكا زعما. وين مشاو هذوما الكل؟ معناها احنا قاعدين نعملوا في الشيء لروحنا.